اليوم السابع بتتحدث عن مسألة أخرى وهي خاصة بالسياحة المصرية. العنوان بيقول، أو المصري اليوم عفوا، فضيحة إقصاء مديرة مكتب لندن بعد رفضها التوقيع على 40 مليون جنيه لشركة الدعاية. مصادر قالت للمصري اليوم أنه هناك قرار بإقصاء المستشارة السياحية رشا العزيزي اللي هي مديرة مكتبنا السياحي في لندن من عملها وإعادتها للقاهرة. السبب وفقا لهذه المصادر ووفقا للمصري اليوم أنه رشا رفضت التوقيع على فواتير لصالح شركة الدعاية اللي متعاقدة معها وزارة السياحة، المفروض بتعمل حملة لدعاية السياحة مصر في الخارج في أوروبا وبقية دول العالم. الفواتير كانت بمبلغ 2 مليون دولار عفوا و40 مليون جنيه، وهي قالت انها لم تقتنع بسلامة الأوراق والفواتير، وقالت انها طلبت انه يكون هناك مقارنه ما بين الفواتير وبين ما تم وضعه من اعلانات في عدد من المواقع في لندن، لانها من رؤيتها على الارض ترى انه هذه الارقام مبالغ فيها لمقارنه بالاعلانات الموجوده سواء في محطات مترو او في اي مزارات داخل لندن. وبالتالي بكل اسف تم بعدها بفترة إقصائها من عملها. المصري اليوم بتتساءل هل هو ده السبب أم هناك أسباب أخرى. عدد من خبراء السياحة يتحدثون عن قوة هذه السيدة في هذا المكان وتحديدا في مدينة زي لندن، وبالتالي التساؤل هنا بيطرح نفسه، هل هو ده السبب، هل في سبب تاني؟ والحقيقة ان احنا محتاجين إعادة نظر فيما يخص حملة الدعاية للسياحة المصرية في معظم دول العالم.